تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. لولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم.